كنت أعاني من مشاكل كثيرة جداً، وأغلبية مشاكلي كانت في العمل، والسبب الرئيسي وراء كل هذه المشاكل إنه ما فيش معي الوقت الكافي لإنجاز مهامي. تسببت مع إشكالية في إدارة العمل، والسبب ما قدرت أنجز مهام العمل. وفي يوم جلست أنا وصاحبي ودردشنا وتناقلنا همومنا، فكلمته عن أكثر مشاكلي إنه ما فيش معي الوقت الكافي بسبب مهامي الكثيرة. وصاحبي نصحني بتطبيق بسيط عشان أستخدمه يرتب كل مهامي. في البداية ما كنتش يعني متوقع إنه في تطبيق ممكن يسوي هذا الشيء كله. بدأت أجرب الفكرة اللي جابها لصاحبي، وفعلاً الفكرة كانت رهيبة جداً. ما توقعتش إنه فكرة زي هذه بتحل كل مشاويري وكل مشاكلي، خصوصاً إنه كانت مشاكلي بسبب ضيق الوقت وكثر مهامي. وفعلاً جربت الخدمة، وكانت الخدمة عبارة عن تطبيق شامل مهني، سددت فيه فواتير الكهرباء وسددت فيه فواتير الماء وفواتير النت ومشترياتي، كل شيء وأنا جالس في مكاني بجوالي. والحمد لله تحسنت حياتي كلها، بدأت تخف مشاويري، وبدأت تخف نفقاتي في السيرة والجية والرجعة، وبدأت تصلح علاقتي في العمل، وبدأ يصلح معي متسع من الوقت أمارس فيه هواياتي وأمارس فيه أشياء ثانية أطبق فيها وأدرس فيها. وزي ما أنا استفدت من الفكرة ورتبت حياتي، حبيت أشارككم تجربتي. كانت التجربة رائعة جدا، وعشان وقتك ثمين استخدم شامل موني. شامل موني، أسلوب حياة.